جزء آخر من كلمة سيادة الرئيس، وشدد الرئيس السيسي على ضرورة وجود أوعية ادخارية لدى الوزارات والهيئات المختلفة، واستشهد بده على كلامه في صندوق قناة السويس، وأشار إلى أنه إيراد القناة بلغ 220 مليار دولار من عام 1975 ولحد دلوقتي، وقال أنه لو تم استقطاع 10% بس من هذه الإيرادات ووضعها في صندوق، كم من الممكن أنها تستخدم لتمويل المشروعات اللي حصلت، تطوير هيئة قناة السويس وأيضا تطوير القناة. نسمع مع حضراتكم جزء من كلمة سيادة الرئيس ونرجع نكمل الكلام. نيجي بقى على قناة السويس، فبيقول لي أنا ما فيش. طب لو أنت عايز تعمل تطوير للقناة هتجيب فلوس منين؟ وأنا هقول لكم رقم كاشف جدا. قناة السويس، هتكلم على الافتتاح الجديد مش الافتتاح اللي هو في القرن الاول ما اتفتحت، لا اللي هو سنه 75 حتى بعد حرب 73. من 75 للنهارده قناه السويس جابت تقريبا 200-220 مليار دولار. انا خليت المتوسط اربعه. خليت المتوسط ايه؟ اربعه. 200 مليار دولار. لو حد كان شال 10% من الرقم ده وحطه في صندوق، خلي بالكوا الصندوق ده مش معناه ايه، ما هو دخل البرلمان ليه الصندوق؟ عشان يديله حصانه قانونيه في ما حدش يقدر لا مؤاخذه ياخد منه ولا يتصرف فيه ولا اي حاجه، طبقا للمعايير اللي تم التصديق عليه بيها والقواعد اللي اتحطت. جهاز الدوله الرقابيه تفتش عليه طبعا، جهه سياديه مسؤوله عنه طبعا، كل حاجه. لكن في النهايه انا بقول لكم لو كان حد، وانتبهوا لكلامي كويس، شال 10% بس من داخل قناة السويس، كان زمان النهارده بنتكلم. لا الدكتور مصطفى بيقول لي 20 وانا بقول له لا، لان ال 20 لما بيتحطوا كل 10 سنين يتضعف، وانت بتتكلم في اربع عشرات، 43 سنه ولا 44 سنه. يبقى النهارده كان زمان النهارده ال 20 مليار دول ثمنهم كام؟ 50 مليار دولار. يعني لو قلنا الدولار ب 2.5-3.5% يبقى اقل من كده شويه. لكن يجي النهارده يخش يعمل تطوير في القناه، مش معهوش. عايز يخش في مشروعات مع حد، معهوش. عايز يعمل حتى خدمه مجتمعيه متقدمه للثلاث محافظات اللي هو السويس والاسماعيليه وبورسعيد، ما عندوش. فلما قلت له ما ينفعش الكلام ده، فجه الدكتور معيط والدكتور مصطفى، لا يا فندم والنبي ارحمنا، والفلوس اللي انت هتخصمها ديت عشان يتعمل منها الصندوق مش هنقدر. قلت له يا دكتور مصطفى، افتكر لما انت جيت انت والدكتور المهندس شريف ساعه لما قلت لك انت الفلوس بتاعتك ما تتحولش وخليها عندك في وعاء، وانت كنت متحمس للفكره، وجه كان ساعتها المهندس شريف بقى قال لي كده، وكان معاه وزير الماليه. قلت له شوف، اسمعوا كلامي وهتشوفوا، اسمعوا كلامي وايه وهتشوفوا اللي هتشوفه، اللي انا بتكلم فيه الرقم اللي بتكلم فيه دلوقتي، اللي هو ان وزاره الاسكان وهيئه المجتمعات تشتغل ب 8 مليار دولار، 8 مليار جنيه في الشهر.